بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، معلومة صحية سريعة، حديثنا هو عن العصائر الطبيعية الطازجة وليس عن الأشربة الكيميائية المصنعة والمسرطنة. ينصح بتناول الفاكهة بأليافها والابتعاد ما أمكن عن عصرها، فالألياف التي نرميها عادة من مخلفات عصر الفاكهة هي عناصر غنية بالألياف والمواد السيلولوزية، وهي تعمل على حمايتنا من التقرحات وسرطان الأمعاء والقولون، وتغذي الجسم وتخفض من معدلات سكر الدم، وتعطي لمن يتناولها شعورا عاليا من الشبع والامتلاء. أدام الله عليكم نعمة الصحة والعافية، والحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وإلى اللقاء مع معلومة صحية أخرى. حبيبنا، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.